السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل actual load calculations باستخدام الريفر. زي ما احنا قبل كده اتكلمنا كتير عن الفرق ما بين السبيس وما بين الرومز، وعرفنا ان السبيس هي اللي الام بي بيستخدموها عشان الاناليسز اللي موجودة جوه الريفر. احد الاناليسز اللي احنا استخدمناها قبل كده كانت lighting analysis، وفهمنا ان احنا لو مسكنا اي سبيس والسبيس دي كان محطوط فيها lighting fixture، فلو نزلت عند الالكتريكال lighting برامترز هتلاحظ وجود برامترز زي الافرج استيميتد الومينيشن، ودي اللي بتحسب لك اللوكس بناء على عدد اللايتنج فيكتشر اللي موجود. طيب لو انا بقى عايز استخدم السبيس دي عشان احسب الاكشوال لودز، هعمل الموضوع ده ازاي؟ اول حاجه لازم اعملها هي ان انا هروح على الالكتريكال سيتنج وهكتب اي اس، وبعد كده هنزل عند اللود كالكوليشنز وهعمل تشيك على ران كالكوليشنز فور لودز ان سبيسز هول لوج. وبمجرد ما بعمل الخطوه دي وبمسك اي سبيس، هلاحظ ان الالكتريكال لودز بقى فيه 3 برامترز ظهروا معايا: actual lighting load, actual other load و actual receptacles load. الاكشوال lighting load ده كبرامتر شايف ايه؟ والله هو انا لو مسكت دلوقتي اي lighting fixture ودوست عليه ده التايب، هلاحظ ان في فاليو محطوطة للباور هي 150 فولت امبير. طبعا انا هنا عشان عندي 6 فضرب 6 في 150، فهرجع تاني امسك السبيس وهلاحظ ان هو 900 فولت امبير. نفس الموضوع برضو بيعمله مع السوكتس، والله هو بيشوف في كام سوكت وحمل السوكت الواحده وليكن 180 فولت امبير، بيضرب العدد في الحمل ويديك في الاخر الاكشوال ريسبتكال لودز. هل دي الطريقه الوحيده اللي انت ممكن تحسب بيها اللودز هنا؟ لا، انت لو نزلت برضو تحت في السبيسز هتلاحظ وجود بارامتر اسمه electrical loads، هدوس على edit هيكون جواه تلات انواع من الطرق لحساب اللودز. اول حاجة by space type، ودي اتكلمنا عليها في الفيديو بتاع load estimation، وبعد كده specified. لو انا ساعتها عايز ادخل value من standard معين وقول له احسب لي الفاليو دي لللايتنج، واعمل نفس الموضوع specified في الباور وقول له احسب لي الموضوع ده مع load density الخاصة بالباور، او ان انا بحسبها actual، وده اللي احنا شفنا ساعتها في السبيس لما حسب الاكشوال بتاع الفولت امبير. نفس الموضوع برضو مع الباور، هدوس اوك. طيب هيفيدني فيه اساسا ان انا احسب الاكشوال لود دينستي؟ هيفيدك ان انت لو مشروعك سستينابل فانت المفروض تمنتين الفاليوز اللي موجوده جوه الاشري ستاندر او اي انرجي كود تابع للدوله اللي انت شغال فيها. على سبيل المثال ان انا لو رحت على تابت مانج وبعد كده اخترت الام اي بي سيتنج بعد كده بيلدينج سبيس تايب، هلاحظ ان هنا في كل الانرجي اناليسيس بارامترز اللي موجوده جوه السبيس. انا لو نزلت عند اي تايب من بيلدينج او اخترت اي سبيس لازم طبعا هيكون ليها لايتنج لود دينستي. الطبيعي والصح ان انت ما تعديش الفاليوز دي بالسلكشن بتاع الاناره بتاعك، بمعنى ان انا المفروض ان السلكشن بتاع اللايتنج لما اجي اعمله واخلص وافرش واقسم التوتال او الاكشوال لود على المساحه يديني فاليو ما تقلش عن الفاليو، ما تزيدش عن الفاليو دي. يعني دي بالنسبة لي تعتبر ماكسيمم فاليو مش مينيمم فاليو. طول ما انت تحت الفاليو دي فانت كده بتحافظ على الانرجي بتاعت البلدنج دي، او ما بتحاولش ان انت تزود الانرجي. طيب تعالوا بقى نعمل تشيك على الفرق ما بين لايتنج لود دينستي كاكشوال وكستاندر، هندوس اوك. وزي ما اتعلمنا برضو هنكريت سكادول، كليك يمين نيو سكادول، وهنختار السبيس هنسميه lighting energy، وهندوس اوك. وهنختار البارامتر اللي تهمنا زي مثلا الاكشوال lighting load، وبعد كده specified lighting load، وناخد ده كمان معانا. انا بصراحة مش فاكر ده كان ليه، بس احنا ممكن نجرب ونشوف. كده انا خدت كل اللود دينست اللي موجود عندي فيه السبيس. تعالوا بقى ناخد النمبر او الاسم بتاع السبيس وناخد الاريا، هيدي الاريا، نطلع ده لفوق والاسم اول واحد وندوس اوك ونشوف اللي هيطلع معانا. اول حاجه طبعا اسم السبيس، بعد كده الاريا،
بعد كده عندنا الـ Actual Lighting Load، ده طبعا اللي محسوب بناء على عدد الكشافات. بعد كده عندنا الـ Specified Lighting Load، واخر حاجة الـ Specified Lighting Load per Area. هو ده البرامتر الخاص بستاندر. فاحنا هنرجع تاني نشيل بقى اللي في النص الـ Specified ده، وهنمسك الـ Actual Lighting Load ونقسمه على الـ Area. هنقسمه ازاي؟ عن طريق Calculated Parameter، هنسميه LBD بير اريا، وهنقول ان ال LBD بير اريا ده بيساوي ال actual lighting load مقسوم على ال area. هو لوك نقسم ده على واحد الاول عشان نطير اليونتس. بعد كده هو اللوك، هنلاحظ ان احنا عندنا هنا الفاليو بتاعت الاكشوال لايتنج لود مقسوم على الاريا، وزي ما اتفقنا لازم الفاليو دي تكون اقل من الفاليو بتاعت الكود اللي هو انا مثلا واخد الفاليو من الاشر. طيب انا كده طلعت الفاليوز، لكن عايز اعمل كالكوليشن او اتشيكت كولوم يحسب لي الفرق او يحسب لي اذا كان ده بيكسيد او مش بيكسيد. هرجع تاني من فيلد وكريت بارامتر هسميه تشيك، وبعد كده هنضيف الـ conditional if. هنقول if LBD أكبر من الـ specified lighting load per area. لو الـ value دي اتحققت أو الـ condition ده اتحقق، احنا عايزين الـ value تكون واحد. لو فولس تبقى زيرو، وعشان برضو موضوع اليونتس هنقسم على واحد ونلوك. طبعا هيبقى كله بزيرو لان دايما ال LBD او في المشروع ده ال LBD اقل من ال specified lighting load per area. طيب عشان نضيف conditional formatting هنروح على formatting وهنخلي ال check column ده hidden field. بالنسبة للـ LBD per area هنيجي تحت نختار conditional format ونقول له والله لو الـ check equal to zero هنخلي الـ background color باللون الأخضر، وبعد كده هندوس OK. كده معناها ان انا كل الـ values اللي عندي مظبوطة، مفيهاش اي مشكلة في selection للـ lighting. ده كان بالنسبة لازاي نحسب الـ actual load density. أتمنى يكون الفيديو مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.